اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أعليت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم إنه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأحكمها وأبينها حلالا وحراما، أحكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أيها السادة، عود كريم إلى ساحة القرآن الكريم ومع الكتاب الذي لا يمل جليسه ولا يخلق عن كثرة الرد، من نطق به صدق ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه أجر، ومن هدى إليه هدي إلى صراط مستقيم. القرآن الكريم قرة كل آن وأوان ومكان وزمان، يفرق بين الحق والباطل، فسماه ربنا بالفرقان. نعيش الآن مع ما يتيسر من آياته مع فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الهادي العرباوي. نعم اسمه العرباوي لكنه ابن الحلمية، يرتقي باسمها مع اسمه كل يوم في ربوع قرى محافظة الشرقية وغيرها. أعطاه الله صوتا ندي وأداء شدي، ونسأل المولى عليه أن يرتقي ليكون يوما قارئ إذاعي. فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الهادي العرباوي يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأن
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أن الله فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. Oh.
تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. تخافون أن يتخطفكم الناس يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الله يجعل لكم فرقانا يا Yeah!
والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله وإذ يمكر بك الذين
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك وإذ قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما وما كان الله ليعذبهم
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. هكذا هذه هي مكانة سيدنا رسول الله الذي رحم الله الأمة بوجوده وقال له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لذلك قال نبينا المصطفى فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار. إلى ما تيسر من آيات سورة الأنفال تلا علينا من زاد الله صوته جمال وخلقه كمال فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الهادي العرباوي. نشكر الى حضراتكم جميعا كل من شرفنا بالعزاء باسم عائلات ابو عرابي الحاج علاء عرابي والحاج احمد عرابي والاستاذ ممدوح عرابي والاستاذ اسلام عرابي والاستاذ ابراهيم عرابي والحاج محمد عرابي والاستاذ مصطفى ابو عرابي وكل عائلات عرابي والسوالمة. نتقدم بالشكر ايضا للسيد النائب الجسور ثروت بيت سويلم والى كل من شرف بالعزاء. فراشتنا الكبرى الليله اولاد بهجان والهندسه الاذاعيه عبد السيد القديني والى مقدم الضيافة الكابتن عطية الدولي ومخرجنا الليلة لنراها كل يوم وليلة مخرجنا ناصر صلاح والمصور صلاح ناصر. ايها السادة شكر الله لكم جميعا وندعوه الا يريكم مكروها ابدا.